يا مساء الجمال والسعادة والهنا على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم انتي. مساء الورد عليك يا نور. مساء الورد والسعادة والجمال عليك يا مي، ومساء الخير والسعادة والهنا على كل مشاهدينا مشاهدين قناة اي تي سي وبرنامج انتي. خلونا نبدأ على طول حلقتنا ونتكلم في الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. اسكت يا نور، الايام اللي فاتت كده ظهر ترند غريب شوية. يعني الستات والبنات بقى اكتشفوا طريقة جديدة لتكبير الشفايف، والطريقة دي رخيصة جدا، ما بتكلفش حاجة خالص. الطريقة دي عبارة على ان هم بيستخدموا الفلفل الحار او الشطة يعني على الشفايف مباشرة، وقالوا ان الفلفل الحار بيكبر الشفايف قال ايه وبيديها شكل احسن من الفيلر نفسه. ايوه يعني حاجه غريبه جدا، بس يعني عايزه اقول لكم ان كتير من البنات والستات الطريقه دي عجبتهم وبداوا يستخدموها، خصوصا زي ما قلنا في الاول كده ان هو الموضوع مش مكلف خالص، اي شويه فلفل موجودين في البيت نقدر نعمل بيهم الوصفه دي. اللي حصل بقى انه الخبراء بداوا ان هم يحذروا من الطريقه دي وقالوا انها خطيره جدا جدا وممكن تسبب اضرار وتشوه مش للشفايف بس، لا يعني للبق كله، يعني بق كله ممكن يتاذي بسبب موضوع الشطه او موضوع الفلفل اللي بيتحط على الشفايف على طول ده. هم الخبراء محتاجين يحذروا، ده عقاب يا بنتي. طبعا زمان لما كانت الامهات بتعمل اللي بيكذب بياكلوا فلفل طب عشان كذاب، انتوا بتعاقبوا نفسكم ولا ايه؟ طبعا الخبراء قالوا علشان اللي بيحصل ده بيكون يعني الفيلر والتكبير الشفايف ده بيكون تاثيره مؤقت، اللي هي تاثير المواد الموجوده طبعا في الفلفل الحار وتفاعلها مع الخلايا الحسيه والعصبيه والعكس. طبعا الكلام ده بقى عكس ما الناس فاكره خالص، ان الطريقه دي بقى بتحسن بقى شكل الشفايف، لكن هي للاسف يا جماعه خلوا بالكم هي بتدمر الشفايف والفم كمان وبتعمل تشوهات. خدوا بالكم يا بنات ويا ستات، مش كل ترند نقلده وخلاص، لازم نتاكد من كل حاجه قبل ما نستخدمها ونعرف اضرارها، بالذات لو في الوش. اصل اللعب في الوش ما فيهوش ايه؟ معلش يعني معروفه الوش، اللعب في الوش ما فيهوش معلش، واي حاجه لازم تعمليها لازم تعملي منها تيست صغير على الحته دي من ايدك علشان تشوفي هتعمل لك حساسيه ولا لا، وتاخدي بالك انه السكن اللي هي في جسمنا كله غير السكن اللي في وشنا، غير الحته دي كمان دي بتبقى ارق كمان، فمش اي حاجه ومش اي وصفه ومش اي زعبوله نحطه على قله يبقى يعمل وصفه، ما ينفعش خالص نعمل يعمل حاجه، لا ما ينفعش كده خالص، لازم نكون مركزين قوي ايه اللي احنا بنستخدمه خصوصا مع بشرتنا ومع وشنا.